فر الرخام. يعني هناك مجموعة قيمية يتم بثها وغرسها. يتم غرسها. وهذا هذه المنظومة القيمية التي الآن نحن نشهد هذا يعني ليس الأمر وليد اليوم. هذا أمر دبر عبر سنوات وعبر تعاقب سنوات. ربما سمعتم باستقالة البابا، متى كان أي بابا يستقيل؟ استقالة البابا السابق. في هذا الإطار يعني الأمر لم يأتي ليس صدفة، لكنه حلقة من حلقات. تقصد هذا؟ والخطير هو أن هذه الحلقات المتداخلة المتطورة شيئا فشيئا وكما يقال بالنار الباردة، يعني بدأت تؤتي ثمارها وبدأنا نطبع مع هذه الأشياء. إذن هناك صارت يعني حفر النهر بيتم وتم. لا لن يتم إن شاء الله. لن يتم. إذا تم ستقوم الساعة. لكن هو الحفر شغال. شغال. وضفق المياه الدافئة شغال. بدأ يرى. وهذا مجرد كما يقال في جبل الثلج ما يظهر على السطح من جبل الثلج، أما التحت راه موجود شغل كبير. هذا ما ظهر الآن. توجيه لإهانة للسيد المسيح وقبل ذلك توجيه لإهانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا كنت هسأل عن السؤال. مظبوط. نعم. يعني ده مسلسل شغال. مسلسل شغال. إذا لم يكفيكم أننا أعطينا صورة مشوهة عن نبي غيركم، فهذه صورة مشوهة عن نبيكم نفسه. يعني الغرب لما تتعرفوا القصة ديال كليلة وديمنا ديال التيران الأبيض والأسود والأحمر، قال له قد أكلت يوم أكل الثور الأبيض. مزبوط. يعني قال الثور هذا في الليل يفضحنا هذا الثور الأبيض، ينبغي أن نأكله. قال له الأسد، قال له أكله، سمح له بأكله فأكل الثوران الآخر. إذن أنتم تغاضيتم عن إهانة السيد الوجود، سيد الوجود صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء، فوصلت إلى طبعا ستصل.